التيار الديمقراطي انه كاين فما اخلالات موجوده في مواجهه جائحه كورونا. نسمعوا غازي الشويش. موجوده الاخلالات في مواجهه هذه الجائحه، ولكن المقترحات موجوده، ونحن مثلا نقترح ان يكون هناك اعلان لاجراءات اجتماعيه لمساعده اللي هي الفئات الهشه اليوم اللي قاعده تعاني من الجائحه هذه. الدوله تواصل دعمها لهذه العائلات. اليوم لابد من توحيد الخطاب لدى السلطه الجهويه والمركزيه، وكذلك توحيد الخطاب السياسي والصحي حول الاستراتيجيه والوسائل اللي راهو فيه هذا منعدم. تحس معناها كل جهه ومعناها تاخذ في قرارات، واحيانا تكون قرارات صائبه واحيانا تكون قرارات مضره باوضاع معناها جهات. اليوم لابد من امضاء في اعتقادنا اتفاقيه مع المصحات الخاصه لتسخير اقسام الانعاش وفق تسعيره جزافيه موحده، باش نمشيو للتسخير بدون تعويضات، هذا سيلحق مضره بالمصحات. السيد غازي الشويش يعترف عملنا اخلالات في مواجهه الكورونا، ويمكن اليوم اون دوا سو غاتخابي سوسيالمون، لازمنا نسخروا لكني. كيفاش تعلقوا على الاعترافات هذا نتاع السيد غازي الشويش؟ طارق كيفاش لا يهمني يقول انه نتمنى من سي غازي الشويشي انه يمشي ابعد من ذلك، لانه التيار في وقت معين صب شكايات، صب شكايه ضد نبيل القروي، صب اكثر من شكايه ومشى للقضاء، وهذا مهم عندي. انا نتمنى التيار يكون وراء انه يصب شكايه ضد الياس فخفاخ، لانه الياس فخفاخ ثم مسؤوليات جزائيه، انه اليوم ما تقفش الصحة التوانسة، وانه لانه فما مجموعة القصبة اللي وصلني، مجموعة القصبة ما كانتش مقتنعة انه ثم موجة ثانية، هذاك علاش سي الياس فخفاخ في غياب سي عبد اللطيف المكي حبس حاجة اسمها مستشفى مرجعي، وقفت لسيركوي كوفيد، المستشفيات الميدانية حبست، الاقتناءات تأخرت، ألف حاجة وحاجة صارت لأنه فما قناعة لدى مجموعة القصبة أنه ما ثماش موجة ثانية. اليوم في فرنسا ثم تحقيقات، ثم مداهمات ضد إدوار فيليب، مداهمته محل سكناها وفيغان وزير الصحة السابقة، ثم والناطقة الرسمية اللي كانت باسم الحكومة مداهمات لمحل سكناها ورفع وثائق، واليوم تحقيقات تصير من أجل مساءلات جزائية للناس هذوما. أنا مع أنه اليوم يجر ويقاد ويتجرجر لياس فخفاخ قدام القضاء، لأنه هدد صحة التوانسة بمجموعة قرارات، لأنه فما مجموعة القصبة كان يواتي نهار نحكيه على الأسماء، عندها قناعة في أنه ما ثماش موجة ثانية للكوفيد في البلاد. إذا سي غازي الشويش تحب يتحمل مسؤوليته هو التيار، عليه أنه يصب شكاية في الاتجاه هذا. طارق هو أنا كيف عملناه النقاش هذا قبل، الشخص نتاع الموضوع في الياس فخفاخ اذا كان يلزمو يتجرجر ويقاد والى اخره، يتجرجر ويقاد. انا مشكلتي في الشخصنا هذيا، في الوقت الحاجه اللي حكي عليها قبيله سفيان نتاع اعلان مجموعه من الدول بالاخضر من البرتقالي، ما كانش مسؤول عليها فقط الياس الفخفاخ ومجموعه القصبه، مسؤول عليها قرارات تاع مجلس وزاري كان فيه زاده وزراء حركه النهضه اللي ما جبتش عليهم سي شكيب لهنا معنا، ومسؤولية نتاع قرار نتاع حكومة كان وموجودة فيه توجه كامل، وأنا معاه نعم الناس الكل تسائل عليه الموضوع هذا، أما الناس الكل مش نرجعوا لشخص وفلان وذاك كصيد الساحرات، تولي المشكلة الكل تمثل في شخص مش توجه مسؤول عليه حكومة، كأنه الحكومة الناس موجودة في الحكومة جوست صبابة ماء على اليدين، ما عندهم حتى علاقة في القرارات اللي تاخذها الحكومة. فما غرفة عمليات كانت موجودة في العوينة، سامحني سامحني، غرفة عمليات فيها جميع الاختصاصات، كانت تتابع موضوع الكوفيد أولا بأول، لسيركوي كوفيد، لبروتوكول، الناس كذا وغيره، راهي تحلت وقت الياس فخفاخ، تحلت ترجعها توا سي هشام المشيشي مع سي هذا فوز المهدي، مازالوا كيرجعوا غرفة العمليات في العوينة، شكون مسؤول عن هذا؟ مش مشكلة، خلي القضاء النيابة العمومية تتحرك، تقوم شوية تصحح شوية شكيب سيدي كان النهضة وتحمل مسؤولية فليكن، كان ليس فخفاخ مش مشكلتي هي فهل حصر المسألة. أنا معاك غرفة العمليات والخال هذايا الإعلان مجموعة من الدول بالأخر نحلوها الكل، مش ما نبداو نفصلوا ونبعدوا وننتقيه وننقيه ونبعدوا هذا ونعملوا كل الحكومه الكل مسؤوله، الحكومه الكل تسائل في فما مسائل مش فلان ومجموعه القصبه ونقص كان يعملوا لنا ليست نتاع فخفاخ وكل من سيكشف عن البحث. لا لا الكل هو الحكومه الكل بجميع اطرافها المساهمه وبما فيها ايضا وزراء حركه النهضه. اما انا تعرفش نحب نحكي في الموضوع هذا، انا البارح الحاجه اللي لفتت انتباهي في الندوه الصحفيه، خاطر هي ندوه صحفيه جبدت على الموضوع هذا وجبدت على المواضيع الاخرى،
جبدت على مبادرات في علاقة بحوار اقتصادي واجتماعي يترأسه رئيس الجمهورية، ومبادرة سياسية لتغيير منظومة الانتخابية وإلى آخره. الحاجة اللي قالها البارح غازي الشواشي اللي أنا تهمني في هذا الكل، اللي هو قالك ما فماش عقل سياسي، حتى الإجراءات توا اللي غاحكي عليها اللي هو يطالب بها، اللي فما انسجام بين السلطة الجهوية والسلطة الجهوية والسلطة المركزية وإلى آخره، تعكس اللي ما فماش. هذه المسألة اللي أنا نراها مهمة جدا، اللي هي غياب عقل سياسي في القصبة. إذا كان جاء فما، إذا كان فما عقل سياسي في القصبة، في مجموعة القصبة واللي ناس فخفيخ الأشهر اللي فات، فإنه توما فماش عندك شخص اللي يضغط عليه ويطلب منه حاجة يعطيه ويوخر التالي. كورونا كيفاش نعمل؟ أرمي الكورة للولاد. هذه هي المشكلة اللي بها فايدة، هذه المشكلة اللي تستوجب معناتها تركيز توا في الوقت الراهن، وقت اللي نحن نواجهه في الموجة الثانية، مش نجبدوا في ملفات الأرشيف نتاع قبل. هذه أنا المسألة اللي تستحق نقاش من جميع الأطراف. تكون عبرة يا طارق لمن يعتبر كلهم يكونوا عبرة، وذكرى لمن يتذكر. هذاك علاش مش بمنطق الشماتة، بمنطق القضاء، بمنطق الدولة، مش بمنطق الشماتة. الحاجة أنا نرجع توا، أنا أعطيني توا الأحزاب نتاع الائتلاف الحاكم اللي معايا شمي شيشي طبعا، هذا طرف في المعارضة غازي الشاويشي، كتلة ديمقراطية، أعطيه اقتراحات، مش فقط انتقد، أعطيه اقتراحات. جماعة الائتلاف في الحكومة فاش قادرين يعملوا؟ قاعدين يعملوا في عركة على المرسوم 116 على الإعلام، لا علاقة لها بالكورونا، قالوش كلمة على سياسة الدولة في علاقة بالكورونا، ضغطوش في اتجاه، جيبوش شوية ضغط وقولوا لنا هي نحن باش نوقفوا كل شيء ومهمتنا الرئيسية هي موضوع الكورونا، كيفاش نضغطوا على الدولة وعلى الحكومة؟ ليه ما قالوا حتى شيء؟ هذا أنا اللي في رأيي يستوجب تنديد، وتنديد واضح زاد. باهي احنا باش نتعداو الموضوع واحد آخر، نحكيو على قانون المالية ونحكيو على الأزمة الاقتصادية والتلويح بسيناريو اليونان. أحلام بالفعل فيصل دربيل مقرر لجنة المالية ما استبعدش وقوع